شخصيا انا معجب كثير بهذه السلسله، اتابعها يعني يوميا سواء على قناه التلفزه المغربيه او على اليوتيوب، لان في اليوتيوب متقدمه السلسله بواحد 3 حلقات زايده لهذه الدرجة بعد الدرجه. يعني اقول لكم زميلي العزيز، سلسله مشوقه وتاريخيه ومنضبطه مع التاريخ. يمكن تكون، انا ماشي حتى اكون معك صديقا، لست عالما من علماء التاريخ، واللي بالمناسبه كان نتمنى ان السي الحمودي، انت الاستاذ الزميل ديالنا محمودي، دائما كيحاول يستجمع جميع الاراء الحقوقيه والقانونيه والتاريخيه. نتمنى انك تحاور رجل في التاريخ بحد معرفتي البسيطه، ليست هناك في اي مخالفه للتاريخ، اللي تيقول ان هناك طمس الهوية الأمازيغية. المسلسل ما ناقش، المسلسل أولا ما ناقش تاريخ ولا الأصل ديال بنو زياد، تاريخ بنو زياد ما ناقش، وما ناقش المسألة اللغوية. بالتالي ما يمكنش، أنا شخصيا أعتبر بعض الآراء تجنت على هذا المسلسل وحملته ما لا يحتمل. ونقول لك يعتبر هذا من كبريات الإنتاجات العربية والإسلامية، لا يقل جودة على الإنتاجات اللي شفنا. وأنا لا أتتبع في رمضان إلا هذا المسلسل. ولكن يعني على مستوى الانتقادات، يعني ما نساش الجانب التقني او الجانب المتعلق بالصوره والكاليتي ديماج وهذا، وانما نسات بعض الامور اللي متعلقه على سبيل المثال باللباس. فنظركم واش هذه لا تقدر تستحق ان واحد يوضع شكايه واحد. أولا مسألة اللباس ماشي مسألة ممكن نتكلم على المغالطة التاريخية. اللباس يعني لا غيرنا اللباس أو ما لقيناش اللباس، راه كاين صعوبات بعض المرات في اختيار نفس اللباس. على الأقل اللباس يبدو أنه متقارب، بالتالي اللباس ما يشكلش إشكالية في الفيلم. أنا شخصيا أشاهد المضمون، أشاهد المحتوى، محتوى جيد، مضمون هادف. أنا كنشكر شركة الإنتاج وكنشكر المخرج السي العنزي وأشيد به، لأن هذا الهوية الأمازيغية في السلسلة كيفاش كتكون؟ أنا ما تعرضتش، لو تعرض مثلا التاريخ ديال بنو زياد الأصول ديالو، كنا نقولوا على أنه طمس الهوية الأمازيغية، ما طمسش الهوية الأمازيغية. ولكن واش كاين نقولوا مسلسل مثلا، واش حدود الساعات الحلقات اللي تعرضوا مازال ما تكلموش على طريق بنو زياد منين جا وقصد ديالو ما وكذا. المسلسل تناول طريق بنو زياد على انه في المستوى ما ناقش الصيبه ديالو، الاصول ديالو التاريخيه، من جا، اللغه ديالو، كذا شيء ما تناقش في المسلسل. وبالتالي لا تحمل المسلسل اكثر مما يحتمل. لو ناقش التاريخ ديالو والاصول ديالو واللغه باش كان كيتكلم وكذا، يمكن نقول انه تجاوز الصغر وبدا على ان مشى كيناقش طريق بنو زياد على انه يعني خليفه من الخلفاء المسلمين، واحد الزعيم، واحد بطل، بدا من طنجة ومشى، ما بداش من المسائل التاريخية القديمة. لا يمكن أن يلام. هذا ماشي مسلسل لغوي، ماشي مسلسل في دراسة أصول، هو مغربي حتى في اللغة. راه ملي كيمشيو إسبانيا وكيمشيو طليطيلة وكيمشيو، راه ما كيتكلموش بالإسبانية ولا باللغة، كيتكلموا اللغة العربية فيها. ونقولوا لا، علاش ما تتكلموش نفس اللغة؟ ويبسط، هو كيتكلم مع الناس هو بالعربية، واللي بغى يقرا بشي لغه اخرى يدير الترجمه، راه كاينه الترجمه، يدير الترجمه ويسمع لغه اخرى في نتفليكس. ونقطة أخرى ليك في هذه الشخصية والتي تعتبر رمز من رموز الفن المغربي. اخي العزيز اسمح لي نقول لك، هذا المسلسل انصف طريق بن زياد وانصف المغرب وانصف المغاربه. ولكن يعتبروا بأن طريق بن زياد بان في المسلسل كعبد مأمور، يعني تحت من واحد ما باش ديك الصورة واللي المغاربة مع لا لا، للاسف اقول لك، اسمح لي يا اخي العزيز، هاد الناس اللي كيتكلموا بهذه الطريقه ما قرا ما سمعوش المسلسل وما تفرجوا حتى حلقه فيه. بالعكس، يظهر شخصيه القائد، شخصيه البطل، شخصيه الخليفه، المهتم باحوال المسلمين، المهتم باحوال ثغور، اللي باغي يحرر عده بلدان، انت معايا؟ بالعكس، ولكن المشاوره ديالو مع القائد ديالو اللي هو موسى بن نصر، هذا مساله طبيعيه، راكي انت تراتو بنفس سلم البطوله والرئاسه. وحتى موسى بن نصر كان كيأتمر بالخليفه في سوريا، انت معايا؟ كاين مساله يعني مرتبطه مترابطه.
ما دارش فيها، بالعكس ده راه شخصيه قويه فده بالفكر ديالو بالتخطيط ديالو، ولكن انت تطلب وراء القران وامرهم شورى بينهم. بالعكس الناس كتطلب بأن هذه السلسلة توقف. تمنيت لو ان هاد الناس يمشيو يشوفوا شنو كان عانيو مع التلفازه المغربيه ودوزيم في داك الشيء ديال الكوميديا والضحك وشيء مسلسلات، والله ما تفرج فيها مع وليداتك. هذا راه كيشوفوا الاب ويشوفوا الام ويشوفوا الاولاد، وكيعرض واحد الحياه مفصليه في تاريخ المغرب والمغاربه، وشخصيه اسلاميه في الدا العالم تيفتخر بها. انا كنقول هذه الدعاوى هذه تافهه ولا اساس لها، ولن تنقص بالمسلسل شيء. ماشي في موقع محامي المسلسل، كنتكلم كمواطن كحقوقي اعجب بالمسلسل. وانا شخصيا عندي مجموعه الزملاء والاصدقاء والعائله يعني يشتاقون لذاك الوقت اللي غيكون فيه المسلسل يسمعوه، وكاين اللي كنعاودوه في حلقات في اليوتيوب. انا نقول لك غير من البارح وانا كنحاول ننزل حلقه 11 مازال ما نزلوها ليا، واليوم راه غتكون حلقه 12. فهمتي معايا؟ واش ما تبعتيش في الفيسبوك بعض الفئه اللي كتنتقد على نزلات الصوره ديال السحن اللي كان كيتصور فيه ومن بينهم اناناس، وانتقدوا المساله هذه كيفاش هاد الشيء معطياتها مغلوطه اللي كت فيها اخطاء على المستوى ديال الاحداث. هذا نقاش ديال البطاطا والحمص، تناقش معايا واش الحسن شنو فيه، واش انت معايا؟ يعني هذا تبخيص للمسلسل وتبخيص للنقاش العلمي والنقاش الفني باش نوزو لا حقرا اسيدي هذيك غلط فيها ماشي مشكل، وراه ماشي مقدس المخرج. المخرج راه كاين شي امور كتكون اعتبارات فنيه، راه كيكون عنده عده روايات، راه ماشي موسى بن نصير ولا طارق بن زياد كل شيء كيقول فيه شي كلام كله 100%. كاين بعض الاخطاء، وهذا براسه كان يدير بعض الاخطاء، هذا الانزيم ممكن يوقع بعض الاخطاء، ولكن نتيجه تناقض الروايات ماشي يتعمد. وكاين بعض الاخراج الفني اللي يقتضي الضروره الفنيه اللي صحاب الفن كيمشيو له. بالعكس انا كنشوف هذا النقاش ديال الاناناس هو نقاش تافه. وما ما ك... الشخصيه ده طريقه التناول الشخصيه ديال طارق بن زياد، لا الطريقه تناول شخصيه زعيم قائد عظيم يستشير مهتم باحوال المغاربه والمسلمين. بالعكس كلشي مزيان، وما الغرض من هذه الشكايات؟ ما نقولكش الغرض، لكل في نفسه ما عرف شنو في نفسه. كاين اللي ما تيبغيش الابداع، ما كيبغيش، كاين اللي عنده مشكل مع حيث هذيك حيث قاوصفه بالزعيم الاسلامي او بالزعيم العربي، كاين عنده هذا المشكل. انا ما كنتكلمش على الزملاء الحقوقيين ديالنا والامازيغ فوق راسنا، وانا تانا كنعتبر راسي مادام مغربي كنعتبر راسي تانا عندي هواء امازيغي وعندي صحابي امازيغ وانا هواء امازيغي. يعني كنقول هذا الشيء ما خصوش يبقى يتناول بهذا الشيء. والحمد لله الا بغينا نناقشوا غير من الناحيه القانونيه والقضائيه باعتبارنا رجال قانون، هذا الايقاف طلب ايقاف المسلسل ما كيستند على حتى اي اساس، وكنشوف على ان المحكمه غادي عدم قبول او رفض الطلب، لان راه عندنا الفصول 25 والدستور تيقول حريه الفكر والراي والتعبير مكفوله بكل اشكالها، حريه الابداع والنشر والعرض في مجال الادب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونه. الفصل 26 تدعم السلطات العموميه بالوسائل الملائمه تنميه الابداع التقني والفني والثقافي والبحث العلمي والتقني والنهوض، كما تسعى لتطوير هذه المجالات وتنظيمها بكيفيه مستقله وعلى اسس ديمقراطيه ومهنيه مضبوطه. يعني القاضي ممكن ان يرتكز على النصوص الدستوريه ليعتبر ان الدعوه لا تستند على اي اساس لا واقعي لا قانوني. هذا هو المصير. وانا من خلال منبركم القيم اقدره كثيرا ادعو المغاربه وادعو العرب والمسلمين وحتى الاجانب الانسانيه ان تشوف هذا المسلسل، لانه يتناول واحد الشخصيه في الدف تاريخ المغرب وتاريخ العرب وتاريخ المسلمين. الى رجعتي يا اخي العزيز الى رجعتي للتاريخ الاسباني غتلقاو تناول هذه الشخصيه بكل ما تحمله من البطوله، وبالتالي ما يمكنناش نتجناو على المسلسل. وكنوجه شكر خاص للمخرج السي العنزي الذي ابدع في اخراج هذا المسلسل هذا، ونتمناو ان المستقبل، انا اتمنى من السي العنزي والدوله المغربيه تشجع امثال هاد المخرجين الشباب كيستحقوا كل تقدير وثناء. لماذا لا يفكرون مستقبلا اننا نديروا مسلسل على الزعيم ديالنا الخالد المرحوم محمد الخامس، ولماذا ايضا ندير واحد المسلسل تاريخي هكا على الزعيم ديالنا الخالد المرحوم طيب الله تراهما الحسن الثاني؟ علاش ما نفكروش في هذه المسلسلات هذه؟ لانهم شخصيات مغربيه
ملكية طبعوا تاريخ المغرب بالإنجازات وبالتنمية وبالتقدم، واللي كنعيشوه اليوم ما هو إلا ثمار ذلك المجهود الأصلي اللي داروه. وبالتالي يعني عوض أن ننتقد يجب أن نساهم في التطوير، وأنا ماشي ضد الانتقاد ولكن ضد التبخيس. عمل كيضم كبار الفنانين العالميين في الإخراج في طريقة التمثيل يعني، وما يمكنناش إلا أننا نشكرهم ونشدوا على أيديهم حضارة، ونقول للسي العريشي رجاء السي العريشي ادعم مثل هذه الأفلام التاريخية والمسلسلات الجيدة، والله يرضي عليكم هنيونا داك الشيء حامض وداك الشيء اللي ما كنقدروش نشوفوه على أيدينا. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.